اليوم احنا في المتحف الوطني للقوات الجوية الامريكية. هو متحف امريكي يعرض فيه الطائرات الحربية التي عاشت في فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى الى يومنا هذا. وتعرض في المتحف مجموعة من الطائرات الحربية المنوعة كطائرات هجومية ومروحيات وطائرات جوية وطائرات اعتراضية وغيرها. ويوجد هناك صواريخ اعتراضية. انشئ المتحف سنة 1923 في ولاية اوهايو مدينة ديتون. وتم جمع هذه الطائرات في زمن الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة والحرب الكورية وغزو العراق وحرب فيتنام. ومن ضمن المشاهد عرض إحدى الطائرات الجوية الفيتنامية خلال حرب فيتنام بعد أسرها على يد القوات الأمريكية، بالإضافة إلى عرض قنبلة نووية التي ضربت مدينتي هيروشيما ونيجازاكي قبل الحرب العالمية الثانية عام 1945. ودلوقتي هنخش نشوف المتحف من الداخل. هنا بدأ الطيران العالمية اللي أول ما اخترعوا الطيارات في العالم وانشأت الطيارات في العالم كانت أمريكا. سمعنا زمان اللي فيه أخين اخترعوا طيارة وعايزين نشوف الطيران دي إيه. فهي هم دول الأخين اللي اخترعوا الطيارة. لما الرئيس روزفلت سمع عن الأخين دول أمر الجيش الأمريكي بالتحقيق في الموضوع دوت يعني. فطبعا الأخين خدوا الطيارات وطلعوا على فرجينيا، ولما طلعوا على فرجينيا كانت 1908 وبدأت الطيران في 1909. هنتفرج دلوقتي على الطيارات دي. طبعا كل شيء في الدنيا وبعد اختراعه ليه تطورات. هنشوف دلوقتي تطورات الطيارة لما ركبوا لها المروحة لها الموتور.
داخل الجزء المخصص للحرب العالمية الثانية. طبعا كلنا عارفين ان امريكا حاربت مع كوريا وفيتنام. دلوقتي هنروح نتفرج على حرب كوريا وحرب فيتنام. Thank you.
دي طيارة مقاتلة تبع الجنب بتاع كوريا، وده الصواريخ بتاعت الطيارة دي. هخش معاكم جوه الطيارة دلوقتي وهنشوفها من جواها. نحاول نخش لان الطيارة صغيرة جدا، فانا هعكس الكاميرا.
دلوقتي هننتقل للجانب بتاع الحرب الباردة. ليه سميت الباردة؟ علشان ما كانش فيه مواجهة مباشرة ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. دلوقتي هنروح معرض الصواريخ. اختراق الغلاف الجوي محملة برواد فضاء علشان بيعملوا ابحاث في الفضاء، وانا خلفي دلوقتي مركبة فضائية. دلوقتي هنشوف القسم كله ونكمل بقى معاك.
وطبعا وصلنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع الطيارة ديت علشان انا مسافر. فوصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وحبيت ان انا اصور لكم معالم امريكا زي ما الامريكان بينزلوا يصوروا عندنا في مصر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وانتظروني في الفيديو القادم. السلام عليكم.